الكلام ديالهم حفاظا على الارواح ديالهم، وكذلك باش تحفز الطلاقين بضروره اتباع الاشارات الضوئيه واحترام قانون الدور واعطاء الاولويه للرجل ثم الرجلين. تنظم الجمعيه المركزيه لاضرار تعليم السياقه والقانون السير بالقنيطره بشراكه مع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه يوم تحسيسي حول السلامه الطرقيه بعبور امن، كنرجو المواطنين انهم يتخذوا الممر الخاص بالراجلين بعبور امن، كنحثوا جميع المواطنين انهم يتخذوا الممر الخاص بالراجلين. السلام عليكم، حنا الجمعيه المغربيه للسلامه الطرقيه فرع قنيطره اللي كيتراسها مسيو سحيمي. اليوم في هذا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه خرجنا باش نديروا حمله تحسيسيه للمواطنين بالضروره ديال احترام ديال قانون السير، ونوعيوهم حفاظا على السلامه ديالهم وحفاظا على السلامه ديال الاجساد ديالهم، وكذلك باش نوعيو حتى السائقين باش يبقاو ينتبهوا للاشارات الضوئيه ويعطيو الاولويه للراجلين في ممر الراجلين باش نقصوا من حوادث السير اللي ما خطات حتى شي واحد في المغرب، واللي بسببها كيوقعوا حوادث اللي هي كتضرنا في الانفس ديالنا، كل روح كتزهق بسبب حوادث السير كتاثر فينا، وهذا الشيء هو اللي خلانا نخرجوا اليوم باش نديروا هذه الحملات التحسيسيه. وماشي غريب على الجمعيه المغربيه للسلامه الطرقيه، هي هذه الحملات التحسيسيه كديروا معنا طول السنه لانها عندها غيره على المواطن، عندها غيره على السلامه ديال المواطن. شي بحكم ان كاين كتلاقي مع الناس دابا، واش كاين شي تقبل لهاد اكيد هو كاين واحد تقبل بزاف من طرف المواطن، كنلقاو واحد التفاعل ديال المواطن معنا، كنسمعوا الميساجات ديالهم، حتى هما كيكونوا عندهم ملاحظات، كيتشكاو ان السائقين ما كيعطيوهمش الاولويه في ممر الراجلين، كيتشكاو من بزاف ديال الحويجات، وحنا الدور ديالنا هو اننا نوصلوا الميساج ديالهم واننا نغيروا من السلوكات المتهوره اللي كيقوموا بها، لا سواء الراجلين ولا سواء السائقين. شنو هما الملاحظات الاحتياطيه بالنسبه للراجلين تيديروا؟ كاينين مجموعه من الراجلين ما كينتبهوش الاشاره الضوئيه، كتكون شاعل الضوء الاحمر ومع ذلك كيقطعوا، وهذا الشيء هذا هو اللي كيؤدي لحوادث السير وكيخليهم انهم يتعرضوا لمجموعه من الحوادث، وكذلك السائقين ما كيعطيوش الاولويه للراجلين في ممر الراجلين اللي كيكون شاعل عندهم الضوء الاخضر. كاينين بزاف ديال العوامل اللي منها استعمال ديال الهاتف اثناء السياقه، منها السرعه، منها بزاف ديال الحويجات، وحنايا في هذا النهار هذا خرجنا باش نحاولوا نغيروا هذا الشيء، باش نكونوا نيت نوصلوا الميساج حتى للدراري الصغار اللي هما جيل ديال المستقبل، وباش يشوفوا، لان الطفل الصغير في اخر المطاف هو كيقلد الكبير. يعني اليوم الا هو انا فهمته شنو معنى دوك الاضواء الثنائيه، غدا ملي غيخرج بوحدو غادي يحمي راسو وغادي يستعملهم حتى هو وغادي ينتبه ليهم. محمد الجابري فاعل في المجتمع المدني من مدينه القنيطره بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية. بطبيعة الحال كاملين كناشدوا المواطنين، كاملين أننا خرجنا بواحد الهدف أننا نحسوا المواطنين بخطورة ديال الفيروزات، وبخطورة ديال أننا ما كنقطعوش من ممر الراجلين أو ملي كيكون شاعل الضوء الأحمر هكاك وكنقطعوا. بطبيعة الحال كاملين بجانب الناس المتخصصين في إطار السلامة الطرقية وفي إطار ما هو طرقي مع الجمعية المغربية للتربية الطرقية، خرجنا جميعا من أجل أننا نناشدوا المواطنين باش أنهم يحاولوا أننا كاملين نحسوا بالخطوره ديال حياتنا، من نقطعوا في ممر الراجلين منين يكون شاعل الضوء الاخضر، منين يكون الاحمر نوقفوا كاملين فوق الرصيف، ماشي تحت الرصيف، الاكثريه كيوقفوا تحت الرصيف كيبقى واقف، لا بالعكس فوق الرصيف انه يقطعوا يبقاو تما، منين اننا نقطعوا نحافظوا على نفس المسافه ديال السائقين، نحاولوا نخليو ممر الراجلين خاوي، ماشي كنطلعوا فوق ممر الراجلين والمواطنين ما كيلقى منين يدوز. لهذا الله يجازيكم بخير كسائقين، نحاولوا نقصوا من السرعه ونوقفوا خارج ممر الراجلين، والمواطنين نحاولوا نحافظوا على السلامه ديالنا. كنشكروا قناه الدرع على الالتفاته هذه، وحنا هذا اليوم هذا اللي كي وزيد 18 فبراير هو اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وتخليدا لهذا اليوم الوطني للسلامة الطرقية وكتنظم الجمعية المركزية لأرباب تعليم السياقة وقانون السير بالقنيطرة بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يوم تحسيسي حول السلامة الطرقية. من خلال هذا اليوم كنخرجوا للشارع وكنحاولوا نأطروا الناس على عبور طريق والعبور آمن، كنحثوا جميع المواطنين على أنهم يستعملوا الممر الخاص بالراجلين وأنهم يحترموا الإشارات الطرقية.
بالنسبه لك بحكم انك مصلح وانت هنا، شنو الملاحظات اللي لاحظتي بالنسبه للراجلين وبالنسبه للسائقين؟ بالنسبه للراجلين وانا بالنسبه للسائقين، الملاحظه هي ان بالنسبه للراجلين كيشوف بان ممر الرجل هو واحد ممر امن، ولكن ما كياخذش بعين الاعتبار ديك الاشاره الضوئيه، انه خاصو يشوف من يكون هناك الاشاره الضوئيه بالاخضر فممكن العبور بواحد المساله اللي هي امنه وسلسه. وكذلك مثال بالنسبه للمستعمل الطريق، اخص بالذكر هنا السيارات، السيارات ملي كيكون عندهم الضوء الاخضر فهم خصهم يعبروا الطريق. هنا كنحط جميع الراجلين انهم الاحترام، واحترام يكون متبادل في الطريق. شي رساله اخيره للوليدات؟ كنوجد رساله للجميع، المجتمع المدني ولا مستعمل الطريق هو احترام قانون السير بالخصوص. وكنتمنى من هذا اليوم السلامات، هذا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه ما يبقاش اي يوم واحد، كنتمنى يكون على طول السنه ويتعمم في جميع المدارس. وكنشكر قناه الدار على هذه الانتفاضه هذه اللي عطات لهذا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.